هجمونا. واو شو هاد، شو عم يصير؟ اكثر شيء عم يعذبني بموضوع التجميع يلي هو الكيراتين والكايتين من شان ساوي الاسمنتينج بيست، فبدي احاول هلا روض من هدول العلاقات او البزاقات الصغار. فشو بدهم اقدر روضهم؟ بدهم الكيك. من شان ساوي الكيك بدنا شيء اسمه الصب. هذا الصب منين بنجيبه؟ تعرفون هدول الاشجار الكبيره الحمر بالغابه الحمراء، من هدول بنقدر نجيبهم. فلازم نساوي اول شيء البدن شي تعلمناها، بعدين هاي تري سب تب. حلو، وين بنساويها؟ هاي كرافتنج ستيشن، وهي بالسميتي. حلو تمام، حلو حلو. نطلع على السميتي اول شيء، نرجع على السميتي منشان نساوي هاي تبع التري، تري بلاتفورم. شايفين بدها 600 سمنتينج بيست، ناقصنا 162، ما فينا نساوي لأنه ما عنا كايتين. شايفين موضوع الكايتين عم مسبب لي أزمة، فلازم ساويها. شلون اجت ببالي فكرة ترويضها؟ امبارح لما كنت عم اتصيدهم وقلت لهم، عميت الوحدة لقيت في عندها سمنتينج بيست، لهيك قلت لازم روضها لنشوف اذا بتعطيني سمنتينج بيست ولا لا. خلوني اروح اجمع كايتين وارجعها. وهي بعد لفة طويلة ومتعبة جبت الكايتين واجيت. ها هاي كايتين، لنشوف قديش بده يصنع لنا. هاي 100، بس 103. يلا حلوين. ناقصني انا قديش؟ 600. ناقصني 600 لأقدر أعمل هاد تريب بلاتفورم، وودن تريب بلاتفورم. هلا هلا بتشوفي معي شو بدي ساوي. إن شاء الله ينجح الشي اللي عم فكر فيه ويطلع صح، ما يطلع كل هالتعب هذا على الفاضي. ما لي غير استنى وحاول وجرب، إن شاء الله تزبط معنا. وهي كملت الكمية تبع السمنتينج بيست. حلو، صار فينا نساويها. هاي وحدة، حاليا ما راح ساوي غير وحدة منشان نشوف اذا راح تنجح الخطة تبعنا ولا لا. تمام، شو لسه بدنا كمان؟ بدنا هاي تري ساب تاب. اسمع الاسم الساب، تري ساب تاب. حلو، نساوي منها 4. هاي 4. هلأ باقي نشوف شلون طريقة تركيبهم، إن كان الودو بلاتفورم تري بلاتفورم والسب تراب. حلو، خلينا نروح على الغابة الحمراء ونجرب نركبها. أول شي خليني ألبس هذا الدراع تبعه عشان ما يضل هيك مفر علي. ألبس الدراع الحديدي، ما في هلأ مقاتلات. على هو ما بحست وتعلمت انه هذا الكريب بلاتفورم بيركب على الشجر الكبير هاد. شو بلع تبعي؟ جوعان اللعيب. تمام، فاول شي ننتبه انه ما في شي ثايلة قريب علينا. ما في، هاي شجرة كبيرة قدامنا. حلو، لا ليش ما بيركب هون؟ طيب بنجرب غير اشجار. حلو، هون نجرب نعلي فيها عشان ما يهجم علينا شي. هيك على الشي حلوة. على فكرة فينا نساوي بيتنا عليها هاي، انه هيك نوسع بالفونديشن بعدين نحط سيلينج. حلوة، مبدأها حلو بتطلع. تمام، خلينا مهمتنا الأساسية بعد ما حطينا البلاتفورم، خلينا نركب هدول. شلون نركبون؟ هاي واحدة. حلو، هاي اول واحدة. هاي الشجرة بتاخد اكتر شي 4،
هاي الثانية و هاي الثالثة وهاي الرابعة. حلوة، كنت عم فكر ساوي تنتين من هاي وساويهم على الشجرتين وهيك، بس طلعت الواحدة بتكلف 600 سمنتين قيس. ايه وبعدين شنو نساوي هلا؟ بس نستنى ولا في شي بدنا نساوي؟ ولا في شي ناقص؟ واقف راح استنى انا شوي لاشوف شو بصير. استرج 5، اعطينا شي لنعرف شغالة انت ولا لا. واو واو شغالة، هاي صار في عنا 2 صب. هذا الصب يعني الغرة تبع الشجر. حلو 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 مو حلو. انت حلو انت. هلا صار في عنا 6، الوحدة الكيك بتطلب 3. خليني اجربها، ما ضل عندي صبر. استنى لساوي كمان صب ونروح نرجع. دايمان في عندي تليبورتر ورايح على البيس تبعي انا طيران. شيت، نوقف هون معززين مكرمين وننتقل. رجعنا ورجعنا، خلينا نشوف اذا طلع حساب نساوي اكثر من 2 كيك. بق بق بق، حلوين. هاي صاروا 9، بس 9 انا بهمني. تعال انت نروح هيك على البيس. مثل ما شفتوا حطيت بقلبها كيك، قام طلع لي عداد ثواني عم يعد بالبنزول. 1 لنشوف خلصت. اي شو صار يعني؟ ايوه كبت بالارض سمنتين بيس او مو سمنتين بيس، اتشينا بيست، اتشاتينا اتشاتينا بيست. هلا بدي اجربها اذا نفس السمنتين بيست ولا لا. طيب هاي حطيت فيها 4، هون مكانها. طيب خلينا نجرب اذا هذا نفسه السمنتين بيست ولا لا. شلون بدنا نجرب؟ انا بقول لكم شلون بدنا نجرب. خلينا نطلع نشوف اي شيء بده سمنتين بيست. نفضي هي اول شيء. تمام، هلا هي 0 سمنتينج بيست، حطينا هي 2. حلو، هلا هي صار في عنا شو؟ معمل سمنتينج بيست. حلو، رايح جيب 4 5 تانيات صفهم جنب بعض. تمام، هي جمعت 5 من هدول اتشتنا. عم بستحقوا كل شوي بزا بزا. المهم هاي جمعت 5 من هدول، حطيت لهم كل واحدة قطعة كيك. نشوف شو بدهم يطلعوا لي هلا. هيك اذا بدهم يضلوا، اذا بدهم يضلوا عم يطلعوا واحدة واحدة، الموضوع عن تافه بصراحة. يعني شو 5 هدول كل شوي بدي امرق جمع 5 منهم؟ لا موضوع تافه. لنشوف، رح نتركهم شوية وقت نشوف شو بصير. هاي حاطط فيها 3، لنشوف لنشوف مو غلط. ما هي بكب. تمام، وهلا بنجي للموضوع الأساسي لهاي الحلقة يلي هو شو هو؟ يلي هو هدول. نعم مثل ما شايفين 3 ركسات، 3 ركسز، 2 بيناتهم في ميل وواحد ميل. صار هذا الشيء عم يشتغل عليه أكثر من أسبوع أو 10 أيام يمكن. هاي الركسات هذول الحلوين كمان، لا أقل من 10 أيام من لما روضت الركس الحديدي اللي هنيك، مو الحديدي عفوا التك ركس. من لما روضته روضت ميل وفي ميل من الركسات وبلشت فيهم. هذا السادس، هاد قديش؟ 7، وآخر واحد ميل يمكن كمان 7.
لا ستة. شو يعني ستة ولا سبعة ولا ثمانية؟ يعني اني جبت اول شي ريكس ميل وفي ميل، زاوجتهم طلع واحد، رديت زاوجتهم طلع واحد، ميل وفي ميل رديت زاوجتهم، وهيك لوصلت لاخر الشي لوين؟ لعند هدول الاثنين. ليش عم اعمل شي هذا الشي؟ مشان حصل اعلى ستاتس. هدول الاثنين خلينا نشوف، ثمانية يعني الجيل الثامن عندي، دول الركسات من الجيل الثامن. جيب وروض واسحب، روح اخذهم وزتهم هون. شايفين قديش كلهم عندي؟ اول شي جبت هذا التكتكس، وجبت كان في عندي يمكن في ميل بتذكر، جبت دول كلياتهم، جبت واحد بواحد اول شي، عفوا جبت ميل وفي ميل، جبتهم وزتيتهم هون. كل ما جيب بيضة جديدة اكمش الاب والام وزتهم هنيك، جيبوا لي ميل وفي ميل. تتذكروا هذا المود اللي قلتلكن عليه ركبته هون؟ حلاوته اكتر من انه بجمع بيض، البيض تبع الديناصورات شو بيساوي كمان؟ على الاغلب بتعرفوا انتو انه بيض الديناصور مثلا تتطلب درجة حرارة معينة لتتفقس. هاي اخذت وحدة، شوف شلون يعني. هلا خلينا نجي لهون هيك لمنطقة بعيدة، ناخد بيضة ونزتها لتحت. شايفين مكتوب عليها too cold، يعني بدها درجة حرارة كبيرة لتفقس. بس اذا اخذناها وجينا لعند هذا المود نعمل هيك ومنزتها هون، ما بدها لا حرارة ولا بدها شي، 13 ثانية صفيان. وانا مسرع عمليات التفقيس تبع البيض منشان يعني ما نقعد 13 14 ساعة نستنى البيض ليفقس. فدغري هيك من زتها هون فقست 177. هلا الليفل ما عاد نزل عن 177 بالبيض اعتقد، هيك هدول الاثنين مثل ما شايفين 177ات كمان. اكتر من هيك ما اقدر تجيب، اكتر من 177 ما اقدر تجيب. انا عامل او مو انا عامل، مخلي اعدادات الاساسية تبع اللعبة الليفل اعلى ليفل الماكس ليفل 120 بس، فانا جيب بريكس 177 فوق الخيال. هذا الشي الستات تبعه كتير حلوة، 7500 بالنسبة لغير شغلات، 450 الدمج حلو كتير. بيهيفر ديسيبل ويندرينج، وان لا تلحقني خليك واقف هون جنب اخواتها. المغزى من هذا الشي شو هو؟ بدي وصلهم لعشرين واحد ريكس 177. هدول ثلاثة لسه هون في شي اكتر من 17، 6 12 18 19 20 21 22 22. ما بدي اياهم 22 كلياتهم، هدول الثلاثة رح اخذهم زتهم جنب هدينك. لي شغلات تانية بدي اساويهم فيهم بس ما لي شغل فيهم ابدا. هدول بدي اساويهم 20 واحد ولفلهم كلياتهم واحد واحد. ليش؟ منشان مستقبلا لحارب البوسات فيهم، رح ساوي جيش الركسات وحارب البوسات فيهم. هدول الثلاثة ابدا ما بدي اياهم. انت وانت وانت انت الثلاثة لحقتوني؟ لا لسه. تمام مثل ما قلت لكم مالي شغل فيهم، لاحظتهم عند اخواتهم هني. بدي السلالة تبعي كلياتها نظيفة، والسلالة كلياتها 177 تكون، ونفس الستات تقريبا كلياتهم من الجيل الثامن. هذول بصراحة عالكون شو بدي اساوي فيهم؟ رح فك الكلايم تبعهم، يعني رح رجعهم وايلد وذبحهم بالريكسات الجديدة منشان لفلهم بسرعة. قتل الريكس بيعطي لفلات اسرع، بتعطي تلفيل اسرع، فهذا اللي ناوي يساوي. انا خلي 20 واحد ريكس من الجيل هاد من الجيل الثامن، والباقي كلياته
كبة. هلا في عندي صار كم واحد هون؟ 3. حاول نزلهم هون، هون كتير حلو اذا ظبطوا ومشي حالهم. حلوة هاي دغري فقست. وانت تعال 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 لا تبعي دغري. ديسيبل ووندرينج. وانت كمان ديسيبل ووندرينج. لا تعصروني بالنص. وانت كمان ديسيبل ووندرينج. وكمان مسرع انا العملية اكبر بسرعة. استنوا علي استنوا علي. واحد واحد بهيفر ديسيبل ووندرينج. ديسيبل ووندرينج يعني عشان ما يتمشوا هيك لحالهم يضلوا واقفين برنتون بهيفر. والله الفريمات بالارض. ديسيبل ووندرينج تعتوا ما هوك. تعال تعال انقذنا. تعال منين بدنا ناخذهم؟ من هون. حلوين جيش ركسات مدلل حلوين. لا 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 تنزلوا لا تنزلوا نزلوا. وهذا الهدف الاساسي من حلقة اليوم، هذا القطيع كلياته. 20 أو 22 واحد ركساس ركسات. الاستاد تبعهم كتير حلوة، بدهم تلفيل كلياتهم. اشتغل عليهم. هذاك القطيع القديم اللي كان موجود رح فكه هلا من التيم تبعي وخلي دور ركسات تهجم عليهم للبقاء للاقوى. نشوف هدول اذا سووا شي. اذا سووا مجموعة ولا وحدة تنتين بس. وحدات بس عم يساووا. لا 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 ما استفدنا منهم شي. احنا نضلنا نجمع كايتن ونساويه بايدنا. هيبة 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 هيبة. شوف على المنظر. شوف قطيع ركسات. لا واحد ولا اثنين. وين نفوت؟ لا 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 تفوت هيك فوتات. لا ايه طلعنا. انا برجله طلع. تعال تروح. الخلاف هذا الشيء اللي كنت عم جهز له وكنت عم اقول له تشوفوا شو في برا. هذا هو قطيع ركسات. من الجيل الثامن او الجيل التاسع حتى يمكن. 207 200. هذا الجيل اللي قبله. لا الجيل الثامن هو. ابون وامون 177ات. وهي هن شي قوي حلوين. حانت الان لحظة الحقيقة. جروب واحد فولو مي. طيب تعال قال لك جروب واحد اتاك ذيس تارجت. هجمونا. واو شواب شو عم يصير؟ شوات شو عم يصير؟ تلكون واحد بس هجموه على واحد. تلكون هجموه. اتحمست انا اتحمست. نعم ماتوا ركساتي انا. والله ماتوا ركساتي انا. شيت ما استنيت عليه هون يعبي الهيلز تبعهم. اخس شيت. لا لا بس والله منيح
قضوا عليهم وزاد 4. هلا لسه ارجع، هلا بدي ارجع ساوي شو 16-1 عن جديد. شيت، لا بس حلوة قوية، حلوة تعلمنا شيء. حلوة حلوة حلوة. لسه في واحد هون واقف. هذول هذول لحقوني على الفاضي. ولهون حبايبي بتكون خلصت حلقتنا لليوم، ان شاء الله تكونوا استمتعتوا معنا، ان شاء الله تكونوا انبسطتوا. بدي ارجع روض الخسارة اللي خسرناها بهالركسات. ويسعد لي اوقاتكم. Station.